هادي وشلتها لم يعودوا يمثلون أي رقم في اليمن، وما يعبر عنه ويعبر عن رأي رؤية السعودية، والسعودية والقوى السياسية الموجودة الآن في الرياض يتخذون هادي كشماعة يتمترسون خلفها لممارسة العدوان، وأيضا لإصدار مواقف متشددة ومرفوعة السقف حتى لا يتحملوا مسؤولية نتائج ذلك. وتلك المطالب التي تم تقديمها هي تعبر عن وجهة نظر السعودية ولا يمكن تطبيقها. لن نقبل بها، لو فنينا من على وجه الأرض الموت عندنا أهون من القبول بها، لأنها الصيغة لمشروع استسلام ونحن نرفض الاستسلام. طالما بقي فينا عرقا يقاوم لن نقبل بهذه الشروط الإملائية التي هي شروط من شروط القرن 19 يملي فيها المنتصر شروطه على المهزوم. نحن لسنا مهزومين، وإذا كنا فعلا قد خرجنا من بعض المحافظات فإن هذا الخروج هو تكتيكي